يتم الآن استعمال التسجيل من دون الضغط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي باستعراض جديد اليوم على جهاز البرايل سينس بلاس. كيف يمكننا التحميل من المكتبة الشاملة؟ بعد أن ربطنا الجهاز بالإنترنت نذهب الآن للتنقل والذهاب إلى المكتبة الشاملة. نجدها قارئ المستند البريد الإلكتروني وسائل تنظيم أدوات الويب الشبكات الإضافات خدمات المكتبة. نجدها في تبويبة خدمة المكتبة أو خدمات المكتبة. نفتحها. خدمات المكتبة بها البوكشير، وإن شاء الله فيما بعد إن شاء الله نتكلم عن البوكشير. الآن نذهب إلى المكتبة الشاملة. المكتبة الشاملة بالمسافة نتنقل وندخل بالأنتر. أخوان البرايل سينس الواجهة مالته اللي يمكن التحكم بها هي ألواح البيركنز أو قائمة البيركنز اللي هي 3x3 بيناتهم مسافة، وهنالك نقطة على اليسار متطرفة ونقطة على اليمين متطرفة. هذه النقاط المتطرفة يمكن أن تكون رقم 7 على اليسار و8 على اليمين. 7 تكون باك سبيس بالخلية اللي 8 نقاط لها رقم 7 والثمانية 8. أما بالخلية اللي رقم 6 تصير 7 باك سبيس رجوع والثمانية تصير أنتر. الآن نشوف إحنا وين المكتبة الشاملة. ندخل نضغط على الرقم 8 اللي هي النقطة 8 اللي هي أنتر، تكون متطرفة على اليمين. دخلنا. أدخل اسم الكتاب. يقول أدخل اسم الكتاب، فإحنا نكتب مثلا على سبيل المثال أخوان المكتبة الشاملة، مثلا أنت اختار، اكتب نحو، اكتب أدب، اكتب فقه، اكتب شنو لبالك، التبويبة اللي تريدها. الآن على سبيل المثال اكتب أدب. الآن نكتب أدب. زين. ألف همزة على العصا أدب جاري البحث في نطع الآن كل عنوان فيه كتب أدبية باوع. عندنا بين السطر الإلكتروني، بداية السطر الإلكتروني عن اليمين زران، وعلى اليسار نهاية السطر الإلكتروني أيضا زران. الأعلى يصعدك إلى الأعلى والأسفل يرجعك إلى الأسفل، أي إلى القسم السطر اللي قبله. خل نشوف. أبيات مختارة تشتمل على عقيدة، نصائح، مواعظ، وصايا، حكم، أمثال، أدب، علامة العصا 7473. سلمارية موجبة يرد على أمان. فإذا يعطينا العنوان ويعطينا أيضا الحجم. نأخذ عنوان آخر. علامة العصا 6018 الحجم مالته. كيف يمكننا تحميل الكتاب؟ نضغط على انتر. انتبه ماذا سيقول. جاري التحميل. اها الكتاب، نطاق إشارة بأنه تحمل الكتاب. الآن تقول أنا مثلا بموقع المكتبة أريد أختار غير عنوان. توجد تحت المسافة من اليسار زران ومن اليمين زران، يسمى الزران اللي على اليسار F1 وF2 وعلى اليمين F3 F4. نضغط على F4. أدخل اسم الكتاب. يقول من جديد أدخل اسم الكتاب. سأكتب مثلا نحو. نروح على الكتابة. علامة آت. أنا ضغطت مثلا زر معين قال علامة آت، يعني صارت إيدي على النقطة رقم 4 فانضغطت. شلون أمسحها؟ بالسبيس. علامة آت. مسحها. الآن أكتب مثلا نحو نون زين. لا هاي زاي. غلط.
لازم أنا أكتب نون. شلون أمسحها؟ أرجع على سبيس مسحها. فإذا النون نحو. إحنا مرات نخطأ والخطأ وارد، فيمكنك أن تمسح الكتابة حرف حرف من خلال السبيس اللي هي نقطة رقم 7 من جهة اليسار. الآن كتب لي نحو، خلينا نشوف الكتب النحوية اللي يبحث لنا عنها بالأمتار. جاري البحث. جاري البحث. أخبار النحويين البصريين للصيرافي علامة العصمة. طلع لي مجموعة الكتب كاملة اللي تخص النحو. أخبار النحويين لأبي طاهر. وهلما يمكنك أن تضغط على الأنتر وتحمل الكتاب. إخوان تنبيه، البرايل سينس ما يحتمل البرايل سينس بلاس أو البرايل سينس يو تو. أنا أحاول أن أوضح كثير، أوضع بعض المعلومات. إذا تريد تطلع من البرنامج يعني اللي أنت دخلت به المكتبة، ممكن من F رقم 1 يطلعك رأسا على سطح المكتب، ولكن انت هنا ما غلقت المكتبة، وممكن تروح على ملف ثاني تفتحه وما ينغلق، ممكن ملف فلمجموعة ملفات كان يكون مثلا 5 ملفات، اذا تريد تفتح ملف سادس تبوي يقول لك ما يقدر الجهاز. لازم شو تسوي؟ تغلق الملفات كاملة. فكيف تكون عملية الغلق؟ مسافة وحرف الزاي، مسافة وحرف الزاي، تنغلق عندك المكتبة. المكتبة الشاملة. خلق. خدمات المكتبة. طلع لي برا. قلنا غلق المكتبة. ضغطت مرة أخرى إغلاق. وين خرجت؟ خارج التبويب مال خدمات المكتبة. إضافات. يعني رجعنا إلى سطح المكتب. أحبائي، ما أريد تكون الفعالية طويلة. تكون هذه الفعالية إن شاء الله يعني وقت قليل، وأرجو أن نتروق لكم هذه الفعالية، وسنردفكم إن شاء الله بفعاليات أخرى. سنجعل شرح للألعاب على البرايل سينس، لأن البرايل سينس فيه ألعاب جميلة. تحياتي لكم، كان معكم الناشط التقني عباس عبد الهادي. تحياتي.